الله تعالى وبركاته متابعينا جلوباليا والاسلاميين لهذا الفيديو المميز والجديد والموضح علينا مهم جدا. ما هو الفرق بين البودروم والانشوب؟ البودروم هو هذا هو مساحه الارض، هذه مساحه الارض هنا موجود في الارض بالكامل اما الكوت منطقه فيها حضاب وتلال وتعمر البنايه هكذا، هنا مفتوح، هذا القسم مفتوح وهذا القسم مغلق او جزء منه مغلق، الدخول مثلا الباب من هنا، فهذا يسمى كوت، هذا يسمى كوت الذي هو جزء منه يكون مفتوح في الهضبه او السله والجزء الاخر يكون عماره في البنايه. اعتقد الصوره واضحه، راح اضع بعض الصور التي توضح هذا المفهوم. اذا الكوت هو خيار من الخيارات المعروضه الموجوده في مدينه اسطنبول بالكثره. اغلب الناس ما تعرف معنى هذا الكوت. نحن في شركه جلوبال ريال استيت اسطنبول في عندنا خيارات مهمه جدا خلف ترامب تاور في منطقه مجديه كوم، اهم مركز تجاري موجود في مدينه اسطنبول. طبعا نقدم خيارات عديدة استثمارية بالإضافة إلى سكنية بالإضافة إلى آجار. أهلا وسهلا بكم.